بسم الله الرحمن الرحيم. مدينة داعل، أم المشاعل. النظام المجرم يحاول أن يرتكب ألوانا جديدة من الإجرام بتفجير سيارات مفخخة في هذه المدينة. تم انفجار سيارة فيها تقريبا 200 كيلو متفجرات TNT تم تفجيرها في هذا البيت، وهذا الدمار الذي خلفه هذا التفجير. سيارة كيا ريو تم تفجيرها في هذا المكان، وبجهود الجيش الحر أيضا عثروا على صهريج لم يفجر بشكل نهائي. هذه السيارة الأولى التي فجرها النظام. انظر، نحن لا نتهم النظام اتهام، إنما ندين هذا العمل الإجرامي الوحشي الإرهابي الذي ينتقم منه من المدنيين بتفجير البيوت، تفجير السيارات، بالدمار، بالحرق، بالخراب. انفجرت سيارة كاملة بطريقة بشعة وحشية، والسيارة الثانية بجهود الجيش الحر تم تفكيكها، ولله الحمد.